السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رفاق في جزء جديد من مان هو اكتشاف سر مجلس الطلبة وصلنا في الحلقة الماضية انه بطلتنا شيارة ذهبت لمهمتها الثانية واللي هي اقناع هذا الطالب حتى يعود الى دراسته مش يعود الى دراسته هو متفوق جدا لكن يعود ليحضر دروسه وتحدته في النهاية وهو بيحب التحدي والان لنرى ما الذي سيحدث هل ستنجح شياره في ايجاد مخباه ام لا هذا ما سنراه الان <applause> قال لها ليكونوا عادلين وليبرموا اتفاقا بشان ذلك تخبره حسنا ما هي شروطه يقول اولا المهله لديها مهله ثلاثه ايام حتى تجد المكان تستغرب أصلي أعطيها وقتاً محدداً؟ يتنهد ويقول: إذا لم تكن هناك مهلة، فلن يكون التحدي عادلاً بالنسبة له. كما أخبرها، إذا نجحت، سيفعل أي شيء تريده منه المدرسة. أما إذا فشلت، ستفعل أياً كان ما يريده. ما رأيها بهذا الاتفاق؟ كانت تفكر: لحظة، لماذا عقابها يبدو أكثر خطورة؟ إذا خسر هو، فسيفعل فقط الشيء الذي من المفترض عليه فعله يأتي عارف الفصل ويقول <applause> المعذرة لكن عليه مقاطعتهما هما الاثنان يعتقد أن هذا الاتفاق ليس عادلا بعض الشيء بالنسبة لنائب قائد مجلس الطلبة جلس الثلاثة ويقول فليضيفوا بعض الأحكام بحيث لا يتأذى أي من الطرفين بعدها يأخذ توقيعاتهم على الورقة ويقول هذا جيد إذا نجحت شيارا في إيجاد المخبأ في غضون ثلاثة أيام، فسيتعين على إيزرا الانصياع لكل ما تطلبه منه المدرسة أن يفعله. لكن إذا فشلت شيارا، فيجب عليها تحقيق أمنية واحدة من أمنيات إيزرا. وعلى الأمنية ألا تكون مؤذية لها أو تتعارض مع قيمهم الأخلاقية. وإذا انتهك إيزرا هذا الاتفاق، فسيتم تطبيق العقوبة المفروضة عليه. يفكر الطلاب هل هم فقط من يعتقدون أن نائبة رئيس مجلس الطلبة أصبح لديها مزايا أكثر الآن؟ من الواضح أن ممثل الصف منحاز لطرفها يذهب عريف الصف عند الشهرة ويقول حظا موفقا يأمل حقا من كل قلبه أن تكبح إزرة وتذيقه شعور الخزي من نفسه تقول له حسنا ستبذل كل ما في وسعها ثم يقول لها حسنا سيبقي ورقة الاتفاق معه حتى لا يحدث أي شيء كانتْ شيرة متوترة. ما الذي فعلته؟ ليس لديها أي دليل واحد على مكان اختبائه حتى الآن. هو يمكنه الاختباء في أي بقعة يريد من هذه المساحة الضخمة. إذا كان المعلمين بأنفسهم استسلموا من فكرة إيجاد مكانه، فكيف بها هي التي لا تعرف أي شيء عن هذه المدرسة أن تفعل؟ هل عليها أن تمضي الأيام الثلاثة برمتها وهي تدور في أنحاء المدرسة؟ لكن لا يمكنها تخطي الحصص. ووقت فترة الاستراحة هو الوقت الوحيد الذي تكون فيه متفرغة. كلا، هذا سيتسبب في ضياع وقتها أكثر. تحتاج للمعلومات، معلومات بشأن إيزرا، حيث سيرشدها لذلك المكان. لكن، من أين سنحصل على تلك المعلومات؟ بعدها يأتي جانوار دانيسوارا ويقول: أليست تلك الشيارة طالبة المنحة التي تم تعيينها نائبة لقائد مجلس الطلبة؟ ما الذي تفعله هنا؟ تحدق به وتقول: انتظروا لحظه، الان عندما تفكر بالامر، الم يكن تواما دانيسواري على علم بكل انواع الطلبه؟ مثل تلك المره في يوم التوجيه. هما سيبتسمان ويهمسان: نحن نعلم الاشياء التي لا تعلمينها. هما بالطبع هؤلاء الاشخاص الذين يعطون مثل هذا الانطباع. ثم تساله يبدو عليه بانه يعلم الكثير بشان هذه المدرسه. هل يعلم أيضا بشأن معلومات الطلاب؟ يقول لها أن المكان صاخب هنا فليذهبوا لمكان أقل ازدحاما ثم يقول لها أيضا من الذي تريد شيارا أن تعرف بشأنه؟ تحدق به مصدومة وتقول إنه يتصرف وكأنه معتاد على أن يكون واشيا إنه يحب النميمة ثم تقول تريد أن تعرف عن طالب يدعى إيزرا برانتيبا من الصف الثاني يسالها ما الذي تريد معرفته عنه تقول اي شيء يعرفه عنه تريد كل المعلومات اي شيء سيكون تلميحا مناسبا ثم يقول ان ايزرا كان زميله في الصف خلال سنته الاولى لقد كان جيدا وقتها وشخصا ذكيا جدا انطوائيا نوعا ما لكن في نهايه الفصل الثاني يظن بانه حصلت مشكله كبيره بعض الشيء في عائلته تفكر في كلامه إذا لم تكن مخطئة السيد نيفادا ذكر شيئا عن ذلك بالأمس ثم يكمل ومنذ ذلك الحين تغير إيزرا للحال الذي هو عليه الآن إنه ليس متأكدا من التفاصيل لكن ما يعرفه هو أن أخاه الكبير والذي كان طالبا يدرس هنا تعرض لحادث شنيع على إثره أصبح في غيبوبة ولم يستعد وعيه حتى الآن تتوتر بدأت تشعر بالسوء مما فعلته له. ثم يكمل جنواره. في الواقع هو معروف الآن بسيد الغياب. وحتى إذا حضر فإنه يقوم فحسب بلعب الألعاب أو النوم. لكن بالرغم من كل ذلك، هو ما زال يحصل على المركز الثالث. تفكر شيرا في عقلها. إنهم حقا لا يستطيعون الحكم على الكتاب من غلافه. تعود شيرا لمنزلها. كانت مكتئبة. في النهاية، لم تحصل على اي دليل على الاطلاق ما الذي ينبغي عليها فعله هل عليها التجمال في الانحاء بالغد بعدها تتوقف تصرخ وتقول هدوئك لماذا هو هنا بعدها يتحدث رئيس مجلس الطلبه ويقول مرحبا تصرخ وتقول القائد ايضا يخبرها انه اسف على ازعاجها لكن سمع بانها تلقت اول اختبار لها صحيح تقول صحيح وعلى اي حال إنه يمكنه فقط سماع صوتها صحيح بدون فيديو؟ يقولها أجل لماذا؟ تشبه لا لا شيء تفكر الآن يجب عليها أن تكون أكثر حذرا عند تغيير ملابسها ثم يتحدث القائد لديه تخمين عن الشيء الذي هي محتارة بشأنه لذا يريد المساعدة هما شركاء بعد كل شيء تفكر أن هذا صحيح نسيت بأن لديها شريك بعدها تقول حسنا ايها القائد هذا ما حدث شرحت شير للقائد كل شيء ثم تنهي كلامها وتقول لا تعلم من اين تبدا لانه ليس لديها اي دليل يقول لها ما رايها ان تبدا في مراقبه المجرم يمكنها تجميع المعلومات فقط من خلال مراقبته وببطء الاجوبه ستتسلل في ذهنها مثل اي نوع من الطلاب هو ما هي تصرفاته؟ ما هي عاداته؟ تقول له شيارة من وجهة نظرها، في البداية هو أعطاها انطباع الشخص الجانح، لا يلقي أي اهتمام بمن حوله، ويجعل الآخرين لا يرغبون في الاقتراب منه، وأيضاً تنفسي للغاية، وكل ما يفعله هو النوم أو لعب الألعاب عندما يتعلق الأمر بالمدرسة، لكن بعد أن تحدثت إليه، بدا لها في الحقيقة غير مخيف كما كانت تعتقد. هو لم يكن طالباً منفعلاً في سنتهِ الأولى، وربما يكون مظهرهُ من الجانحين، لكن لا تظن بأنهُ شخصٌ سيء. هذا كل ما تعرفهُ حتى هذهِ اللحظة، كيف لهذا أن يساعدها؟ يقول لها الرئيس، ربما تكون تلكَ معلوماتٍ بسيطة، لكن ما زالت معلومات. الآن، ليعودوا إلى السؤالِ الرئيسي، هل تساءلتْ من قبل ما الذي يفعلهُ عندما يتخطى الحصص؟ تفكر. لقد كان كل تركيزها على المكان وفاتها هذا الأمر ثم تخبر هذا صحيح هو يتخطى الحصص طوال اليوم تتساءل ما الذي يفعله ثم تقول على الأرجح نفس الشيء اللعب أو النوم ماذا سيكون غيرهما ثم يقولها القائد ومن بين تلك الأنشطة ما الذي تعتقد بأنه يحتاجه تقول بالتأكيد أغراضه المقرمشات المشروبات ومكان يصلح للاسترخاء لوقت طويل وتكون شبكة الإنترنت فيه قوية، هذا يعني أنه يحتاج. ثم تقول: آه، فهمت. عليها فقط التفكير بالطريقة السهلة. وتلك الأشياء البسيطة ستمنحها بعض الأدلة. ثم تقول شيارة: هل يمكن للقائد الوصول إلى موزع الطاقة الكهربائية الخاص بمدرستهم؟ وننتقل إلى صف إيزره يرحب بنا هذا الشخص ويقول صباح الخير للجميع يريد ان يقدم نفسه لنا انه ممثل الصف انقضت مهله ثلاثه ايام من الاتفاق الذي انعقد بين ايزرا ونائبه القائد لكن منذ ذلك اليوم وايزر لم يظهر في اي بقعة من هذا الصف وهذا يعني ان نائبه القائد لم تنجح في ايجاده بالامس ايضا لو انها وجدته كان سيظهر في هذه اللحظة وفي صباح هذا اليوم سيتم تحديد الفائز. إذا لم يحضر إيزرا في هذا الوقت، فعندها كان متبقي للحصة دقيقة واحدة حتى تبدأ. كل الطلاب متواجدون هنا باستثناء إيزرا، هو الوحيد المتبقي. يتساءل ما إذا نجحت شيارة أم لا. يريدها بشدة أن تفوز. بعدها يفتح الباب. وكان الجميع مصدوم طبعاً. بالعودة إلى الثلاثة أيام التي مضت في منزل شيارة. الآن هيدويغ اللي هو القائد في منزلها حتى يساعدها في أول اختبار لها كعضوة في مجلس الطلبة. تقول شيارة: محادثتها مع القائد جعلتها تدرك أن الأشياء البسيطة يمكنها أن تمنحها الأدلة. السمات، العادات، والتصرفات جميعها يمكن أن تكون عوامل تؤثر في خيارات الفرد. الأشياء البسيطة يمكن أن تساعد في توقع قرارات الشخص وبناءً على ذلك تعرف الان من اين ستبدا تقول سياره ايمكنه أي الوصول الى موزع الطاقه الكهربائيه الخاص بمدرستهم يبتسم القائد ويقول هذا مثير للاهتمام هي تجعله فضوليا بشان ما ستكون عليه خطتها ثم يقول لها القائد ان هذا الامر سهل تستطيع الوصول الى اي شيء من خلال موقع الجامعه باستخدام كلمه السر كانت متحمسه هذه الطريقه اكثر فعاليه من البحث بشكل اعمى في انحاء المدرسه من الان فصاعدا تستطيع الحصول على ادله اكثر وضوحا لكنها كانت متفاجئه لا تعرف كيف تقرا هذا المخطط حتى بالرغم من وجود الدلائل هذا لا يعني بانها ستجد المكان على الفور اولا عليها ان تضع قائمه بالمواقع المحتمله بسبب مساحه المدرسه البحث استغرق وقتا اطول مما توقعت بالاضافه الى ان وقت بحثها كان يقل اكثر بسبب الانشطه المدرسيه كانت منهكه في بحثها بفتره الاستراحه حتى صديقاتها لا تقربن منها ثم تقول الى ان اذا كان ذلك الشيء هنا لا يخبروها ربما يكون هناك وها هو اليوم الثالث اليوم كان ازرا يغني ويقول لا يستطيع تصديق ذلك اليوم هو اليوم الأخير من الاتفاق الذي بينه وبين نائبة القائد إنه بالفعل وقت العودة للمنزل ولا توجد أي إشارة لوجودها هذا يعني بأنها خسرت رغم أنها كانت واثقة ذلك اليوم إذا سيذهب للمنزل فحسب بعدها يتوقف صوت خطوات أقدام الصوت يصبح أقرب لم يسمعه لأنه كان يضع سماعات أي عقل تأتي شيرا وتقول انظروا مَنْ وجدتْ. إنه إيزر الوسيم، أليسَ كذلك؟ كان إيزر متفاجئ جداً. تقول له شيارة: لماذا وجهه يبدو هكذا؟ أهو مصدوم من رؤيتها؟ يصرخ ويقول: ماذا سيكون غير ذلك؟ هذا هو برج الساعة في الحديقة من الجهة الجنوبية من المدرسة. تقول شيارة: بعد رؤيتها لهذا المكان، عليها أن تعترف بأنها منبهرة. جهاز تكييف ثلاجة صغيرة وانظروا إلى كل هذا الأثاث هل هو في منزله؟ هذا ما يقولون عنه سوء استخدام لممتلكات المدرسة كيف حتى تمكن من إيجاد كل هذه الأغراض؟ يتبتر ويقول كيف عثرت على هذا المكان؟ كانت فخورة في نفسها وتقول حسنا ستخبره لتكون صريحة في البداية لم يكن لديها أي دليل على الإطلاق بعدها فكرت أنه حتى تجد هذا المكان عليها أن تعرف عنه أكثر ومن هنا علمت بعض الأشياء عنه، كمثال عاداته، تصرفاته، ومع بعض المساعدة استخدمت كل تلك المعلومات لتبحث عن أي مكان هو الأقرب ملائمة له، وكان هذا هو الجواب، ثم تكمل، من المستحيل له أن يتخطى الحصص لفترة طويلة بدون أجهزة كهربائية، لهذا السبب هو يحتاج حتماً لمكان تتوفر فيه الطاقة، وبناءً على الرسوم المخطط، صنعت قائمة كاملة بالمواقع المحتملة. لكن الشيء الفارق هو ان تلك الاماكن التي تتوفر فيها الكهرباء تكون في الغالب اماكن يمر فيها الطلاب لذا من المستحيل ان تعتبرها مخبا بدون ان يعرف اي احد عنه الى ان وجدت هذا المكان طوال كل هذا الوقت الناس كانوا يعتقدون ان برج الساعه مجرد ديكور لكنها وجدت رمزا لمقبس طاقه موجود فيه فكرت بان هذا يمكن ان يكون الموقع الانسب حتى يختبئ فيه وكانت محقه البرج الذي اعتقد الجميع بانه خال هو في الواقع غرفه مميزه بهذا المنظر يوجد حتى حمام هنا لذا هي فازت وكما هو الوعد عليه اتباع جميع اوامر المدرسه وفي حال حاول نقض الوعد بينهما ستقوم بفتح موقعها الخاص للمدرسه باكملها حتى يعلم جميع الطلاب بشان هذا المكان وياتوا الى هنا يقول لها حسنا حسنا لقد فهم تقول له الان فلياتي معها الى مكتب نائب المدير كان نيفادا يبتسم ويقول: عمل جيد شيارة، لقد نجحت في أول اختبار لها كنائبة لقائد مجلس الطلبة. تبتسم وتقول: شكراً. تفكر بالرغم من أنها لم تكن تريد هذا المنصب، لكن إتمام اختبارها كان ممتعاً بعض الشيء. ثم يقول نيفادا: أما الآن، يزرة لديهم الكثير ليتحدثوا بشأنه، صحيح؟ كانت شيارة متوترة وتقول: السيد نيفادا استيقظ مود الشيطان لديه. فما يقل نفادا للشيارة ايمكنها أي الانتظار في الخارج لبضع دقائق تقول أه نعم سيدي وتتساءل هل سيتم توبيخ إزرة بشده تشعر بالاسف لاجله تقول لقد مرت ربع ساعه بالفعل الى اي مدى سيطول غضب السيد نفادا ولماذا طلب منها الانتظار هنا بعدها يخرج نفادا ويقول ان لديه اخبار جيده لها من الان فصاعدا هي نائبة القائد لن تعمل بمفردها بعد الآن يقدم لها من خلفه مساعد نائبة القائد إيزرا برانديبا بعد أن خاضت شيارة أكثر الأيام إثارة في المدرسة أخيرا أتت أيام السلام والراحة في الواقع تتمنى أنها ستكون كذلك لكنها لم تلبث إلا أن تفكر في ذلك اليوم اليوم الذي قدم فيه نفاذة إيزرا على أنه مساعد شيارة كان النفاذ يضحك على إيزرا ويقول كما يرى هو قام بعمل اتفاق مضمون إذا فازت شيارة سيطيع كل ما تريد منه المدرسة القيام بفعله أليس كذلك؟ ثم يوجه كلامه لشيارة ويقول ليكون صادقا معها فكر هو والمدير بأنه سيكون من الأفضل أن تحصل نائبة القائد على مساعد بوبل مصادفة كان هناك طالب لديه الكثير من وقت الفراغ وهو شديد الحذر ممن حوله بالاضافه الى انه اتى من عائله ذات نفوذ هذا الطالب مرشح مثالي اليس كذلك سيبدو الامر وكانها حصلت على كلب حراسه لا احد سيجرؤ على الاقتراب منها تفكر في عقلها اهذا النوع من الكلاب سينصاع لها اصلا ثم يبتسم لفاذا ويقول ولحزن الحظ هذا الطالب قام بوعد يتوافق مع رغبات مدرسته اليس هذا مذهلا تصدم تقول الا يقول لها بأن هذا كان هدفهم منذ البداية لماذا إيه دائما تنقلب عليها الأوضاع بهذا الشكل؟ يقول لها نفاذة لهذا السبب تستطيع طلب المساعدة من هذا الفتى في جميع مهام مجلس الطلبة نعود للواقع تبكي وتقول عندما أنهت الاختبار ظنت بأنها لن تضطر إلى التعامل مع إيزرا بعد الآن لكن عوضا عن ذلك أصبح مساعدها تفكر بأنها ستكون مرغمة على العمل مع ذلك الجانح حتى ممثل صفه استسلم منه كان سعيد ويقول بفضلها لم يعد مضطرا بعد الآن للتعامل معه سيعيش الصف الثاني في سلام أبدي لقد ذهب ممثل الصف لها بنفسه حتى يعبر لها عن مدى امتنانه وتقول لكن اعتمادا على ما قاله السيد نفادة أليس إيزرا يعتبر مرشحا مثاليا لأن يكون عضوا بمجلس الطلبة؟ بما أن الناس دائما يكونون حذرين حوله بسبب سمعته ربما هو حتى مناسب أكثر منها لمنصب نائب مجلس الطلبة. مقارنة بها هي طالبة المنحة، هو لديه المقومات ليكون كذلك. حسناً، حتى الآن ما زالت لا تعرف سبب اختيارهم لها. السيد نفادة قال بأنهم سيخبرونها بالسبب في الوقت المناسب، لكن متى بالتحديد؟ تصرخ وتقول هذا لا يهم، اليوم هو السبت ولا تريد أن تزعج نفسها في التفكير بشأن ذلك حتى. تريد أن تحظى بالمرح فقط. على أي حال، ماذا يمكنها أن تفعل اليوم؟ تأتيها رسالة من مجموعة الفتيات صديقاتها. تقول آيرا أنها حصلت من المدرسة للتو على التذاكر لحضور معرض فنون آسيا. هذا المعرض حصري والحضور فيه محدود، وليخمنوا ماذا؟ لقد حصلت على ثلاث تذاكر. وها هن الثلاث فتيات أمام المعرض. سيقيمون المعرض في فندق خمس نجوم. كانت شيرا متوترة وتقول أحقا لا بأس بذهابها؟ تخشى من أن حضورها سيكون بلا فائدة بما أنها لا تعلم أي شيء عن الفن تقول لها أرى لا بأس فلتنظر إلى آبي هي حتى لا تهتم للأمر برمته تتحمس أرى وتقول فلينظر إلى السيد آركا إنه معلم الفنون في ثانوية كريس براس أصبح ممثل الفنون في دولتهم تعجب معلم من مدرستهم سيعرض فنه هنا كما هو متوقع من معلمو كريس براس ذوي المواصفات العالية. بعدها يدخلن المعرض وتكون شيرة متفاجئة. إنها مرتها الأولى هنا. لكن بجدية، لا تفهم أيًا من هذه الفنون. هل فهم معناها يقتصر فقط على الأغنياء؟ تقول لها أبي من الخلف إطلاقًا، إنه ليس له علاقة بالأغنياء، فهي غنية، لكن لا تعلم معناها كذلك. تقول لها أري. أن هناك الكثير من الأشخاص الذين يقدرون فعلاً هذه الأعمال، ومع ذلك، العديد منهم يستخدمون الفن لنوايا قذرة، مثل تجنب دفع الضرائب أو غسيل الأموال. باختصار، الاستثمار في الأعمال الفنية أصبح أمراً مربحاً حقاً لأصحاب البلايين. آرا كانت تظهر معدنها بأنها ابنة ناقد فني، تذهب صديقات شيرل لرؤية المنحوتات، لكنها تفضل البقاء هنا وترى بنفسها. تقول رغم عدد المرات التي تنظر فيها لتلك الاشكال ما زالت لم تفهم كان هناك كثير من الصحفيين يقول هيا بسرعه المقابله ستبدا كانت تشعر بالفضول ما الذي يحدث هناك بعدها ترى هذه اللوحه وتقول انها جميله جدا صحيح بانها لا تفهم في امور الفن لكن تعتقد بان تلك اللوحه هي افضل لوحه في هذا المعرض كانت الصحفيه تتحدث مع السيد اركا تسأله: أيمكن أه له أن يصف لهم شعوره بعد أن تم اختياره ليكون ممثل الفنون في هذه الدولة وليعرض أعماله الفنية هنا؟ يقول أنه يشعر بالفخر من قدرته على المشاركة وعرض أعماله الفنية بين العديد من الأعمال الأخرى للفنانين الآخرين. تقول له: المرأة في هذه اللوحة امرأة أندونيسية، لكنها تبدو بطابع غربي. ما المفهوم الذي اعتمد عليه في تلك اللوحة؟ يقول أن المرأة التي في تلك اللوحة هي في الحقيقة والدته، هي نشأت في الخمسينيات حيث كان الطابع الغربي هو البارز آنذاك، ومن ذكرياته عنها أتاه الإلهام لرسم تلك اللوحة، تعجب به المراسلة وتقول إذا هناك معنى عميق في تلك اللوحة، كانت شيرة معجبة بكلامه وتقول أن هذا مثير للإعجاب، بعدها تحدق في شاب بجانبها وتقول ليس ذلك كينزو زميلها بالصف هل اتى لهذا المعرض ايضا ثم تنادي عليه الشياره وتقول هو ايضا اتى الى هنا يا لها من مصادفه ان تلتقيه لكنه كان يبدي تعابير كتلك تستغرب منه الشياره وتساله هل هو بخير يجيبها انه بخير شكرا لها وانه اسف لكن عليه الذهاب يراها لاحقا تقول اهو حقا بخير انه لا يبدو لها كذلك ثم ترسل لها أر رسالة وتقول لها انهما انتهتا اين هي لذا كانت شيرا في طريقه للخروج من المعرض لكن لقد اضاعت الطريق بعدها تجد كينزو هناك لكنه كان مع معلم الفنون تتساءل هل هما يعرفان بعضهما لكن لماذا تشعر بان هناك شيئا غريبا تسمع كينرو يقول أليس هذا ما أظهره؟ كذا سأل أظهره؟ أظهر ماذا؟ كانت تحاول قراءة حركات الشفاه يسألها أحد من خلفها ما الذي يفعلانه؟ تجيبه هذا ما تريد أن تعرفه كذلك ثم تصمت إيه؟ م من هذا؟ كان إيزرا يقول لها أيضا ما الذي تفعله وحدها في هذا المكان؟ تصرخ في عقلها وتقول لماذا هذا الشخص موجود هنا؟ لكنها تلتفت بسرعة إلى أركا وكينزو تقول سيء لا يجعلهم يرهم هنا ثم تمسك إزرة من قميصه يحدث صوت خشخشة للأشجار التفت كل من كينزو وأركا ثم يقول أركا فليتحدثا عن ذلك لاحقا تقول شيارا كلا هما يغادران إنها بالكاد استطاعت سماعهما وتلتفت إلى إزرة التي كانت واضعة يدها على فمه بعدها لاحظت الإدراك للإثنان. يقول لها أن تبتعد عنه. تقول: إنه ليس وكأنها أرادت أن تكون قريبة منه، أيعلم؟ يصرخ ويقول: هي من سحبته. تجيب: هذا لأنها كانت خائفة من أن جسده الطويل كعمود الكهرباء سيتسبب بكشفهم. بعدها يأخذها وقت استراحة. تقول شيارا إنها متعبة. يسألها إيزرا: أكانت تتنصت عليهما للتو؟ تقول لها: الأمر ليس كذلك. في البداية كانت مرة بالمصادفة، ومن ثم رأتهما يتناقشان. يقول لها أن ذلك كان المعلم آركا والفتى الآخر هل تعرفه؟ تجيبه نعم، إنه زميلها بالصف كينزو. سابقاً عند معرض اللوحات، رأت كينزو واقفاً أمام لوحة السيد آركا. لا تدري إذا كان حدسها أم لا، لكن بدت لها ردة فعله مريبة. وعندما مرّت من هنا رأته والسيد أركا يتحدثان والجو بينهما كان غريبا بعض الشيء لذا لا إراديا حاولت الاستماع لما يقولانه كان استماعا ببعض الصدفة لكن فليدعهم منها الآن ما الذي يفعله هو هنا يظهر فجأة هكذا ويفزع أحدا ما يقولها هذا تقطع وتقول فلينتظر لحظة هو كان وحده في الفندق وفيهم يوم العطلة كهذه يقول لها: يصرخُ ويقولُ أنْ تستمعَ لهُ أولاً، إنّهُ يعيشُ هنا. بسببِ أنّهُ يُقامُ معرضٍ في هذا المكان، نزل ليلقي نظرةً، ومن ثم رآها تختبئ مثلَ شخصٍ مشبوه. تقول له: لحظة، أقال أنّهُ يعيشُ هنا؟ يجيبها: نعم، لأنَّ هذا الفندق قريب من طريقِ المدرسة. تصرخُ وتقول: لكنْ العيشُ في فندق، كم تكلفته؟ يقول لها: ألم تكنْ تعلم؟ فندق برانا هذا الفندق ذو الخمس نجوم هو الفندق الذي تديره عائلته في قمه هذا الفندق يوجد بنت هاوس خاص بافراد العائله تصرخ في عقلها وتقول طوال هذا الوقت كانت تصرخ في وجه ابن مالك هذه الشركه الضخمه وما زالت على قيد الحياه ثم يقول لها بالمناسبه فيما يتعلق بكلامها سابقا هل صديقها من مجموعه صف الفنون تجيبُهُ لا تعلم، لكن لماذا يسأل؟ يقول: سمعَ بأنَّ ذلكَ السيد آركا قامَ ذاتَ مرةَ بسرقةِ عملٍ فني لطالبٍ ونسبَها لنفسِه. تستغرب! يقول: أنَّ هذا ما تقولهُ الشائعات، لكن لا يوجدَ أيَّ دليل يثبت ذلك. تسألهُ من أين سمعَ هذا الكلام؟ يجيبُها أخاهُ الأكبرُ هوَ مَن أخبرهُ بذلك. هوَ أيضًا كانَ طالبًا في مدرسةِ كريسو براس تتساءل الأخ الأكبر لإيزرا أهو الشخص الذي تحدث عنه جانوار الأخ الذي تعرض لحادث شنيع ودخل في غيبوبة يبدو أنه موضوع حساس بالنسبة لإيزرا من الأفضل ألا تسأل عنه أكثر ثم تقول إذا كان هذا صحيحا فالمدرسة لن تجعل الأمر يام بعد تقول انتظروا لحظة لو فكرت بشأن ذلك أليست هذه الحادثة مريبة أكثر من كونها مجرد صدفة؟ المدرسة فجأة أعطتهم تذاكر لمعرض حصري وتلك اللوحة التي عرضها السيد آركا، معلم فنون ثانوية كريسوبراس، ثم لقائها بكينزو، والذي يبدو على معرفة بالسيد آركا. الآن بدأت المعلومات تتسلل إليها. ذلك المعلم كان مشبوها بسرقة أحد لوحات طلابه. أهذا يعني أن كل هذا كانت غاضبة وتقول ألا يقول لها أن الأمر برمته كان مخططا له من قبل المدرسة منذ البداية كان إيسرا يفكر أهي تحاول أن تقوم بضربه الآن وها هي ذا في غرفة المدير يقولها المدير إذا علمت بالأمر تجيبه إذا كانت هي وحدها من حصلت على التذاكر فلن تكون مهتمة بالذهاب لهذا السبب أعطت التذاكر لصديقتها والتي هي من الأساس تحب الفنون صحيح؟ وكمثل حالي حصل كينزو أيضا على التذكرة من المدرسة وكل هذا كان مخططا منهما أيضا أليس كذلك؟ يتوتر المدير ويقول أم متى أدركت الأمر؟ تجيب منذ تجمع المعلومات في رأسها بشأن السيد أركا يضحك المدير ويقول أسمعت يا نفادة؟ لقد فزت عليك شيارك اكتشفت خطتهم في أقل من وعشرين ساعة يحبط نفادة ويقول لم يعلم بأنها ستكون سريعة هكذا ثم يقول نفادة حسنا الوعد هو الوعد سيشتري الفطور للمدير لمدة أسبوع كانت شيارة غاضبة أكانا يتراهنان عليها والرهان عبارة عن طعام أي نوع من المعلمين هما يقول لها المدير ليس هناك أي شك بشأن عبقرية شيارة ما قالتها كان صحيحا بالأمس كان هناك تجهيز لاختبارها الثاني تقول لكن لماذا لم يقل لها ذلك سابقا بجدية هذه المدرسة تحاول جعل حياتها بائسة؟ يقول لها المدير هم لم يخبروها لأنهم وضعوا في الاعتبار بأنها ما زالت تريد التمتع بعطلة نهاية الأسبوع حتى لا يثقلوا عليها لذا حصلوا على معلومات من أحد أعضاء مجلس الطلبة تفيد بأن الضحية هذه المرة هو كينزو تستغرب مجلس الطلبة؟ يقولها المدير أجل هي لا تعلم بشأن هذا الأمر بعد في مجلس الطلبة يوجد هناك أشخاص مسؤولون عن كل قسم خاص بهم قسم الفنون الثقافة الرياضيات المعلومات وكل شيء واحد من هذه الأقسام تتمثل مهمته في اكتشاف أي سلوك مشبوه أو غير أخلاقي وبالتحديد أنشطة الفرد الخارجية على وجه الخصوص يكمل الإفادة وإذا تم تأكيد ان السيد آركا يخطط لفعل هذا الشيء مجددا فعندها عليهم التصرف بسرعة وايجاد الحقيقة. وهذا ما ستفعله شيارة، لذا اختبارها هذه المرة سيكون التقرب من الضحية، كينزو ماهرديكا. على حد علمهم، كينزو هو الضحية الثانية، ولكن حتى الوقت الحالي، المدرسة تتحفظ على هذه المعلومات بكل سرية، تستغرب شيارة، كل السرية؟ إذن كيف علم شقيق إيزرا بتلك المعلومات؟ كمال نفادة ويقول نعم لقد أخفوا هذه القضية إلى حين وجود أدلة مثبتة اكتشف الأمر في السنة الماضية الضحية كانت طالبة من السنة الثالثة هي منذ سنتها الأولى في المدرسة كانت عضوة في نادي الفنون ولم تكن هناك أي مشاكل في ذلك الوقت إلى أن لاحظ أحد طلاب مجلس الطلبة أن هناك شيئا غريبا يحصل الصادم في الأمر أن الطالب اختار تجاهل الموقف وعدم الإفصاح عن أي شيء لذلك في النهايه تم اغلاق القضيه بالتزامن مع تخرج تلك الطالبه وبسبب انها رفضت الادلاء بشهادتها لم يكن لديهم اي فكره بالتفصيل عما حدث الى هذا اليوم لكن الوضع مختلف هذه المره لان المدرسه خططت لكل شيء منذ البدايه واصبح لديهم الان نائبه القائد التي تستطيع العمل كحلقه وصل بين الطلاب والمدرسه لذا الشياره في هذا الاختبار هدفك سيكون الحصول على شهادة الضحية كانت خائفة وتقول هل هي تتخيل؟ أم أن الاختبار يزداد صعوبة أكثر من السابق؟ كانت شيارة تفكر إذا المدرسة تطلب شهادته هذا يعني بأن كينزو تصرف مثل الضحية الأولى واخترع عدم البوح بما حدث له بالأمس لكن لماذا؟ لقد تم خداعه ألا يجب عليه أن يدافع عن حقوقه؟ حسنا لا تقترب منه أولا تنادي عليه شيارة، يتوتر ويقول أه ماذا؟ تقول كانت تتساءل لديه بعض الوقت؟ تريد أن تسأله عن شيء ما؟ إنه بشأن ما حدث بالأمس في المعرض، يخاف ويقول إنه آسف إنه مشغول الآن ربما لاحقا، تستغرب إنه في فترة الراحة الآن مشغول بماذا؟ تتساءل أهو يحاول تجنب التحدث معها بشأن هذا الموضوع؟ بدأت توقن بأن هناك أمرا ما. في المحاولة الثانية هرب منها المحاولة الثانية أيضا المحاولة مئة كان يهرب حتى إنه لا يسمح لها بأي فرصة للاقتراب تقول أليس هذا مبالغا فيه؟ لكن لماذا؟ إذا كانت نائبة القائد تحاول التقرب من الضحية فهو بالتأكيد يعلم أن هذا معناه أن المدرسة تريد الوقوف في صفه ومساعدته لكن رغم ذلك لماذا هو يستمر في رفض هذه المساعدة؟ هل السيد أركا أخبره بشيء ما في ذلك الوقت؟ مثل تهديد أو ما شابه؟ كيف ستتمكن من التحدث معه الآن؟ كان في مختبر الكيمياء كان المعلم يريد أن يقوم بتوزيع المهام الذين سيؤدوا مهام الصف لليوم هم كينزو وكينيانغا لكن كينيانغا غائب لذا من يريد التطوع لمساعدة كينزو؟ كانت شيرا متحمسة إنها فرصتها تقول هي هي ستساعد كينز اليوم أخيرا وجدت الفرصة للتحدث معه يتوتر كينز ويقول يمكنه فعل ذلك بمفرده تقول له كلا كلا لا يقلق ثم يقول إنه يعلم ما الذي تحاول فعله يمكنها معرفة ذلك مسبقا بأنه غير مرتاح للتحدث بشأن هذا الأمر أليس صحيحا؟ لذا يتوسل لها بأن تتوقف رجاء تقول اكان للتو يلمح بانها تضايقه وتسبب له الازعاج هذه الكلمات تجرحها بعض الشيء هو كان جادا جدا لا تعتقد بانها تستطيع الضغط عليها اكثر بالرغم من انه لم يكن هذا هدفها هذه كانت اول مره تسمع فيها مثل هذا الكلام ببساطه من الاساس ارادت فقط الدراسه بجد في المدرسه لكن بدلا من ذلك تم اقحامها في هذا النوع من المهام ماذا عليها ان تفعل الان اذا رفض التحدث اليها مجددا ما العمل في الواقع الناس هنا لا يعاملونها بسوء لكنهم يعلمون جيدا بانه ليس لديها مكان مثلهم لماذا اوكلوا اليها مشكله كهذه هل هي حقا الشخص المناسب لي بعدها تضرب كره راسها تقول ما مشكله هذا اليوم ليس راسها انه اغلى ما لديها ياتيها شخص ويقول انه اسف هل هي بخير كانت تبكي وتقول هل تبدو له بأنها بخير؟ يعتذر ويقول إنه آسف حقًا أن يؤلم بهذه الشدة فليأخذها للعيادة. كان هذا الشخص الذي أخذها إلى صف إيزرا، الحلو السيد أخضر عشان أنا خضر. يا ترى يا هل ترى ما قصة هذا الفتى؟ هل هو الطرف الثالث أم لا؟ وهل سيستطيع حل اللغز المتمكن في السيد آركا؟ هذا ما سنراه في الحلقة القادمة السلام بسك الختام وداعا